طيب هذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب شديد وهي حامل، فماذا أفعل؟ تكلمت مرارا عن وجود الغضب، تكلمت مرارا عن وجود عن وقوع الطلاق أثناء الغضب، وذكرت أن الطلاق مع الغضب ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون غضبا مخرجا له عن طوره وعن عقله، بحيث أنه ما يعقل ماذا يقول، بدأ يهذي ويسب ويلعن ويتكلم وكذا، لا لا، ثم قال طارق طارق ويهذي كالمجنون، هذا لا يقع طلاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره، قال: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق عليه ما يدري عن شيء فطلق، هذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان غضب عادي فهذا يقع، وغالبا الإنسان ما يطلق إلا وهو غضبان، يعني ما في واحد قاعد يشرب شاي مع زوجته وقال: والله صراحة الشاي جميل اليوم وتسلم يدك، تراكي طالق طالق طالق، ما في واحد يقول كذا لزوجته، يعني في الغالب أنه لا يطلق إلا هو غضبان. لذلك أكثر الذين يسألون عن الطلاق يقول: يا شيخ وكنت غضبانا. أكيد غضبان، ما في أحد يطلقه وراضي، إلا قليل من الناس اللي يطلق بهدوء ورضا وكذا. فالمقصود أن كون الإنسان غضبان لا يدل أن طلاقه لا يقع مطلقا. وأنا يعني أوجه الأخ إلى أن يعني يذهب هو وزوجته إلى أحد طلبة العلم عندهم، إن كان مثلا عندهم قاضي شرعي أو إن كان عندهم أحد طلبة العلم، ويوضح له اللي حصل تماما، بحيث أن هل تحسب عليه طلقة أو لا تحسب طلقة.